أهلا بكم. لماذا قدم وزير الصحة في حكومة عادل عبد المهدي استقالته؟ ألم يؤكد الوزير أنه تعرض لضغوط ومحاولات للابتزاز من قبل جهات لم يسمها؟ من هذه الجهات التي هددت وزير الصحة؟ أليس هي جهات سياسية وميليشياوية وهي التي تسيطر على زمام الحكم في العراق؟ كيف أصبح الواقع الصحي في العراق في ظل الفساد المستشري في مفاصل الدولة؟ ألا يعاني المواطن العراقي من انهيار المنظومة الصحية في العراق؟ أليست المحاصصة والفساد هما من دمر الصحة في العراق؟ كل هذه التساؤلات نناقشها معكم أعزائي المشاهدين في حلقة اليوم. فاصل ونعود إليكم. هذا بلد ترسوه مخدرات، ترسوه أذية، ترسوه فوضى، ترسوه زنا، ترسوه ملاهي، ترسوه خمر، ترسوه حبوب. بلدنا منتهك من كل الجهات، ومع الأسف الآن حالة بالبلد هي أكثر من الإرهاب، هو انقطاع الماء. بطل من أبطال البصرة وليدي، أنت طالبت بحقوق البصرة، طالبت على مود ماء مالح. قانوننا قانون، هذا من تبي فلان جهة لا تحاجي مدلل، والقانون يطبق على الفقير. مليارات يبوقون ما حد يحاجيهم، والفقير يبوق لقنينين حكم 20 سنة. أهلا بكم من جديد. إذن قدم وزير الصحة في حكومة عادل عبد المهدي علاء الدين العلوان يوم أمس استقالته إلى رئيس الوزراء احتجاجا على الضغوط وحملة الابتزاز والتشهير التي يتعرض لها كما قال. طبعا بحسب وزارة الصحة، قال وزير الصحة في رسالة موجهة إلى عادل عبد المهدي بأنه تعرض لضغوط سياسية ممن تضرر من الإصلاح كما قال في الوزارة، كما تعرض لحملات تشهير في وسائل الإعلام وعبر مواقع التواصل الاجتماعي. طبعا عضوة لجنة الصحة في البرلمان سهام الموسوي قالت بأن استقالة وزير الصحة علاء العلوان من منصبه جاءت لسببين. الأول أن أفكاره لا يمكن أن تنفذ في عراق ما بعد العام 2003 نتيجة تفشي الفساد وسيطرة المافيات في وزارة الصحة، والثاني يعود إلى التدخلات السياسية والحزبية والضغوط التي مورست على العلوان بهدف الحصول على صفقات شراء الأدوية والعمولات المرافقة لها. دعونا نتابع هذا التقرير ونعود إليكم. لا مجال للإصلاح في وزارة الصحة العراقية، ومن يلوح بالإصلاح فمصيره مثل مصير وزير الصحة علاء الدين العلوان الذي قدم استقالته بعد أشهر على تعيينه في هذا المنصب. تقارير حكومية تتحدث عن وجود مافيات مدعومة من كتل سياسية في جميع مفاصل وزارة الصحة تسيطر على عقود الأدوية والمستلزمات الطبية، وتؤكد التقارير أن تلك المافيات أجبرت العلواني على تقديم استقالته مرة ثانية إلى رئيس الحكومة عادل عبد المهدي. برلمانيون يؤكدون أن المافيات في وزارة الصحة استحوذت على جميع دوائر الوزارة وعقودها وصفقاتها منذ سنوات، وأخذت تستخدم الوزارة كمورد رئيسي لها لتمويل مشاريعها السياسية والانتخابية. بينما يرى آخرون أن استقالة الوزير العلوان هي رسالة واضحة مفادها أن الحكومة الحالية هي الأضعف والأفشل في تاريخ الحكومات العراقية. التقارير الحكومية بيّنت بالتفصيل المشكلات المتراكمة التي تعاني منها وزارة الصحة منذ سنوات، ولعل أبرز تلك المشكلات بحسب هذه التقارير هي شح التمويل وتدني الأولوية الممنوحة للقطاع الصحي في الموازنة الحكومية. لكن أخطر ما أكدته هو تأسيس نظام التمويل الذاتي وجباية الرسوم مقابل تقديم الخدمات الصحية للمواطن بعد أن كانت تقدم بالمجان قبل عام 2003. التقارير تحدثت أيضا عن تخصيص مالي متدن في موازنة عام 2019، إذ لم يخصص للقطاع الصحي سوى 1.5 تريليون دينار، وهو تخصيص لا يكفي لسد الاحتياج المحلي من الأدوية الأساسية.
ويعد الإنفاق الصحي للفرد الواحد في العراق هو الأدنى في المنطقة، وقدر ب 152 دولاراً للفرد الواحد في عام 2015. إهمال القطاع الصحي من قبل الحكومات المتعاقبة وتدني التمويل المالي له خلال السنوات الماضية مع استمرار سرقة تخصيصاته المالية بالعقود الوهمية أدى إلى إفقار العراق في مجال بناء المستشفيات ومراكز الرعاية الصحية الأولية، وإن وجدت فهي تفتقر إلى الإدامة وشح الموارد البشرية وسوء توزيعها، وهو ما سبب عجزاً في تقديم الخدمات الصحية والوقائية بجانب أعباء مالية على الفقراء بسبب الرسوم المفروضة على المرضى. المؤسسات الصحية الدولية تشير إلى أن أكثر من 70% من تكاليف الرعاية الصحية في العراق يتحملها المريض العراقي، وفي مقابل ذلك يحتاج العراقيون إلى نحو 3000 مركز صحي، بينما لا يوجد في عموم البلاد سوى 281 مستشفى، حيث يتشارك أكثر من 120 فرداً في سرير واحد فقط. كل ذلك وأكثر يحدث في العراق الجديد، عراق الديمقراطية الأمريكية وهيمنة الميليشيات والأحزاب الدينية الإيرانية. نعم، استمعنا إلى هذا التقرير. طبعا رابطة الشفافية في العراق طالبت وزير الصحة المستقيل بالكشف عن حجم التركة الثقيلة التي خلفتها الإدارة السابقة للوزارة، وقالت الرابطة بأن كل ما قاله وزير الصحة علاء الدين العلوان في كتاب استقالته لا للأشخاص يكفي ما لم يسمي ويكشف بالأسماء والقضايا التي تتحكم فيها المافيات داخل وزارة الصحة. معنا اتصال أم علي من تكريت، فضلي أم علي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، أهلا وسهلا بيك. أنا عدة مرات يعني اتصلت والله، بس اليوم على حسن حظي يعني حصلتكم. يا هلا بيك، تفضلي. وعدنا يعني أخويا ولد عمي ولد خوالي يعني هم يعني مشتغلين صار لهم أكثر 7 سنين، ما نعرف عنهم وين ما وين، يعني ما نعرف حيين ميتين، يعني ما نعرف، بس شيء يعني رابط بينهم. نعم. بيا منطقة ومن اعتقلهم؟ تاريخ الاعتقال؟ يعني هم حسب ما نقول حررهم. شلون؟ داعش. شو أخذهم؟ ما نعرف عنهم وين ما وين حد الآن. نعم، منو اللي أخذهم؟ تمام. والله يقول حزب الله، ما نعرف يعني هم حرر جيش حررهم وخذهم، يعني ما نعرف عنهم وين ما وين. بيا منطقة أختي؟ إحنا جزيرة تكريت يسمونها. نعم. اي، وذاك اليوم هذا اليوم يعني ما نعرف عنهم نهائي، ولد خوالي 7 يعني فرتشيل، واخويا ولد عمامي يعني عشيرة بس مريتها، يعني ما نعرف عنهم من ما وين. اخذوهم، يعني لحد الان يعني كل شيء ما نعرف عنهم، ميتين، حيين، يعني ما نعرف. تقريبا العدد ايش قد اختي؟ العدد يطلع فوق 300. أكثر من 300 من منطقتكم؟ إي يعني أخذوهم ما نعرف عنهم وين ما وين، يعني هاي الأغلبية يعني عشيرة كاملة ما نعرف عنها وين ما وين، يعني لحد الآن يعني نسأل حاسبات ندق يعني ما خلينا. نعم، سجون راجعتوا؟ سجون راجعنا ما خلينا، يذكرون إياهم بالسادية بالناصرية يعني ما، غير ما نروح يعني ما نلقى لهم. يعني هسه اريد نعرف ميتين حيين يعني ماكو. نعم والله يعني هاي ايش قد على هالحاله، يعني احنا صار نريد نعرفهم ماكو. نعم. حتى يعني من ضمن عندنا عمي هنا بالغزالية عايش هو وابن اخوه، هم اخذوه هاي الى تام 8 سنين، هم نعرف عنهم وين ما وين. يعني اخذوه من الغزالية؟ يعني حتى اي من الغزالي ياخذوه عمي وابن عمي. والله هاي صار يعني شو اقول لك، لا حول الله ولا قوه، يعني ما نعرفهم وين ما وين، يعني بدنا نعرف ميتين عايشين هم ماكو يعني. لا حول ولا قوه الا بالله. يعني باب ومجدينا مجانا هذا عمي يعني عايش في الغزاليه هو وابن اخوه. نعم. والله.
الله يعينكم والله، الله يفرج عنهم، والله مأساة يا أختي، والله مأساة. والله مأساة. نتمنى يعني مثلكم يعني تعرفون يعني نعم. خبر من عندهم، هم لو على التلفزيون نسمع من حاليهم بس نطمئن يعني. نعم. حتى أعصابنا يعني ما ظل، حتى الأمل فقدناه. زين اسم والديك أو واحد من أخوتك، بلك واحد يشتغل بسجين، يشتغل بمكان شافهم التقى بيهم عرف. نعم. أخويا محمود مطر سعود. عيدينا يا محمود. محمود مطر سعود. مطر سعود. نعم. يعني هذا يعني أربع أخوة ما صفيت ولا على واحد يعني. لا إله إلا الله. واحد مسجون يعني عاد يعني نقول بس كنت نواجهه نشوف يعني هم ما جاي هم نطمئن عليهم بالسجون بس ما جاي نعرف البيات سجن يعني بس نطمئن عليهم. والله يا أختي حكومتنا ما ماكو حكومة بالعراق، ماكو حكومة بالعراق، ماكو حكومة، عصابة تتحكم بالعراق، ماكو مشكلة يعني. هاي احنا نسولف على وزير الصحة قدم استقالته لأن تهديد يهددون به ما يعطيهم الحصص مالتهم، فقال لك أنا هاي الشغلة ما تصرفي عنها. اي فهي عصابة ومافيا ويزعلون من نعشي، بس هذا الواقع وهذه الحقيقة يعني. يعني هم يقول لك احنا عندنا دولة وعندنا دستور وعندنا قوات وما ادري شنو. زين اذا انتم منطقتكم 300 زلمة، بالصقلاوية 700، رزازة مال الانبار 3000، هاي بس بالفترة الاخيرة يعني. هاي 300 هاي يعني من عدد المناطق ذيك يعني كومه يعني مفقوده او يعني ما لها حول ولا قوه. واحنا رئيس الوزراء ما يقدر يطلع بتصريح صحفي يقول يابا ذولا صدق مخطوفين مغيبين، ذولا عليهم احكام، ما يقدر يفوت حتى جرف الصخر يعني. بس يعني نريد نعرف يعني هم يعني العوائل هاليته بس تعرفهم وين ما وين يعني، بس نريد نعرفهم. انا لله وانا اليه راجعون. والله نسال الله ان يفرج عن يفرج عنكم وعن جميع المظلومين في العراق. أنا أشكرك أختي أم علي، أنا أشكرك، بلكي أحد يسمع محمود مطر سعود، طبعا عنده أخوة ثلاثة والدة وأقربائهم. نعم الله يعينك أختي، الله يعينك ويعين جميع الأمهات في العراق. نرجع إلى موضوعنا، والله مأساة يعني واحد شي يحكي شي سوليف يعني يومية مأساة، يومية مأساة يعني الواحد تعب. ما فد يوم تسمع لك مثلا فد إنجاز فد بالفعل، بس تصريحات كل من يطلع من المسؤولين ويقول لك محاربة الفساد تلقاه هو صماخ وراس بالفساد ويصرح ضد الفساد. صارت شغلة المغيبين والتقارير الدولية الأخيرة، طلعوا السياسيين اللي يدعون انتمائهم أو تمثيلهم لأهل السنة بالعراق، وهم قام الجماعة يتاجرون بها، قام يتاجرون بالقضية، قام يتاجرون بالقضية حتى على أساس يضحكون بها على الشعب أو أنه يحصلون مكاسب أو أصوات انتخابية ومجالس المحافظات الانتخابات القادمة. إنا لله وإنا إليه راجعون. معنا اتصال أبو علي من واصل، تفضل أبو علي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة أهل الله، أهلا وسهلا بك. تحية لأبناء شعبنا في العراق العظيم، وعسى نسأل الله أنه يفرج الأخت إن شاء الله. آمين يا رب. وعلى الأقل يعني إذا كان يعني من المتوفين رحمة الله عليه على الأقل يشوفون جثته. نعم. نسأل الله إن شاء الله يفرج عن كل عراقي ويرفع الهم عن العراق إن شاء الله. بس صدعوا رأسنا هم الجماعة، قال لك والله والنظام السابق وظلمنا سماشي. زين أنت تجي تظلم الناس والله لأن أنت كنت مظلوم يعني. هسا أنت لا كاشف عنه هو طيب ولا ميت ولا هو مجرم ولا 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 عارضة على محكمة، شنو يعني شنو إحنا يعني؟ والله حتى إذا تتعامل ويا مافيا ويا عصابة هم تفتهم من عندهم نتيجة، هم يقول لك واحدة اثنين ثلاثة، الجماعة ماكو. هم يعني لو يعني إحنا أكثر عمر تعلمنا على شيء نقول شو أصل على الأول يعني كل ما هذه جينا إحنا الأسوأ للأسف، ما إلى يعني السيء نترحم على السيء.
لا حول ولا قوة. يعني يدعون ان صدام سوى وسوى، يعني انتم سويتوا اضعاف. اي هسه ما يخالف، انتم جيتوا لزم تحكم على اساس كافي. اي كافي، انتم كافي. انتم قاعدين تسيطرون على السلطه. ايه وسيطرتم ما شاء الله، الحزب صار عكسه. زين خلاص انتم يعني نهبتوا، بوقوا بانصاف، خلاص صرت ما حد ما تبوقون، والله احنا راضيين، بوقوا يا اخوان، بس انطوني بس انطونا ربع من حصتنا، ما بنت الحصه. نعم. يعني بيد عنده وحده من السله ما في. يعني وزير الصحه اجى هذا عادل عبد الماجد. اي بالله نرجع على وزير الصحه، يعني ابو علي استقاله وزير الصحه ما تثبت انه بالدليل القاطع وبكلامه هو يقول جاء في البيان يقول اهمال القطاع الصحي وقله تمويله من الموازنه الحكوميه واضطراب ادارته والظروف الاستثنائيه التي واجهت البلد خلال العقود الثلاثة الماضية، فضلا عن الفساد الإداري والمالي الذي أنهك إدارة القطاع الصحي وشل كفاءته. طبعا الاستقالة أربع صفحات. زين ما تثبت هاي أنه إحنا الجماعة الأحزاب والشخصيات الميليشياوية هي مسيطرة، بالضبط. نعم هو هاي البداية مع الموازنة وغيرها، هذه كمقدمة يعني كليشة، يعني الموازنة شنو ما شو الموازنة، أنتم بيدكم موازنة، الأحزاب اللي شكل منها الحكومة بيدها الموازنة، وهي تعرف النقص الحاصل بوزارة الصحة والمستشفيات. بس أهم شيء هو ذكر برسالته قال أنه تعرض لضغوط سياسية ممن تضرر من الإصلاح في الوزارة، على أساس أنه جاي يصلح، أمزح نمشي معه، أنت جيت تصلح. كما تعرض لحملات تشهير في وسائل الإعلام عبر مواقع التواصل الاجتماعي. يعني الجماعه الموجودين مثل ما قال احدهم هم السياسيين بينهم، قال انه الوزراء ما يديرون اي شيء. يعني مدراء المكاتب هم اللي يديرون الوزارات. ورؤساء الاقسام الموجودين من الوزراء السابقين هم اللي يديرون. يعني الوزير بين قوسين احنا نسميه بالعراقي، هذا يدعنا الطنطر. نعم. هو من يجريد يشتغل حجموه، ما تشتغل، بعدين غادوا يجيبون اللي يفيدهم. هو يقدم استقالة، طبعا يقدم استقالة وشنو هو ليش يقدم استقالة أحسن ما ينطرد؟ يعني إذا انطرد ما راح يحصل تقاعد، هم ما يحاسبون ترى، فهم مو غش ما يعني حرامية يعني بذكاء، يقول أقدم استقالة حتى أحصل تقاعد. نعم. هو قدم الاستقالة، يعني معقول أقدم الاستقالة أنه والله إحنا ما وفرنا خدمات المواطنين؟ نعم. قلت كلها حرامية، ماكو واحد قال يا أنا لو انتهموني أنا حرامي، يعني هذه براءتي وأنا مستقيل، ماكو واحد منهم بيش. نعم. وانا والله يعني خليني اقول لك كلمه، هذه قالها لي واحد من اعضاء مجلس النواب، تتذكرون مالك خالد العطيه ويكرم السامع بواسير، قال له عضو مجلس النواب قال يابا خالد يعني شو الجماعه قاضين عليك، دعم او ادعوكم هذول يهوسون مثل ما هوسوا صدام قبل، يهوسون يعني يسكتون، دعوهم خلي يولون، شوفوا شلون الشعب عندهم هيك يدعوهم خلي يولون. يا اخي الكريم هذا الاستقاله مجرد هذا احد الضحايا اللي لا حزب حصل من عنده شيء، لا قدر يسيطر على الوزاره، لا قدر ينمي الحزب، فقال لا اطلع انت ايش ما حصل من وراه. نعم. ولا شنو الموازنه؟ شو انت نعم. قررت انت احزاب قررت الموازنه. نعم انا اشكرك ابو علي من واسط كان معنا. طبعا الرابطه رابطه الشفافيه في العراق يعني اضافت انه لا يكفي ان يهرب المسؤول من مسؤوليته، لان الواجب عليه يحتم أن يذكر الحقائق بتفاصيلها طالما كان المواطن العراقي ضحية الفساد الحكومي الذي عم وزارة الصحة على مدى سنوات. معنا اتصال أبو جعفر من مدينة الصدر، تفضل أبو جعفر. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، أهلا وسهلا بك. حيا الله هذه القناة. حياك الله يا أهلا بك البطل المنابضة. أهلا وسهلا بك. جميع العاملين في وادرها في هذه القناة الشريفة. أهلا بك أخي عمر. نعم. حقيقة البارحة واليوم فد شيء صدم الشعب العراقي، أول مرة من 2003 اليومنا هذا أول مرة شغلة نادرة تصير عندنا في العراق. عقد هذه الحكومات المتعاقبة دون يعني وزير الصحة واللي أول مرة وزير يقدم استقالة حقيقة. نعم. الأخ وزير الصحة هذا شيء نادر، يعني حقيقة خلينا نقول شبه ديمقراطية يعني هذا موجودة بالعراق، متفاجئين بهذا الرأي. وين الديمقراطية بالموضوع أبو جعفر؟ إذا جماعة مهددين
اذا جماعه مهددين شو يسوي؟ وين الديمقراطيه؟ عفوا اخي عمر. نعم انا اتبعض بالعجب، اتبعض بالعجب بان وزير يقدم الاستقاله. نعم احنا نعرف شنو العواقب ونعرف شنو الاهداف. الاهداف نعم. هي الاحزاب ورؤساء الاحزاب حبيبي والميليشيات رادوا من عنده اشياء فساد اداري مليارات حبيبي، ودليل على ذلك كثير من القنوات نعم. اعطوها بالتايتل اذا تقراها حبيبي. بس القراد اللي هو او كم قراد خلينا نقول قرادات مال مدينه الطب، مستشفى مدينه الطب سنويا مليارين دينار حبيبي، هاي الفساد الاداري زين. يعني هاي ابسط ما يكون، هاي بعد دخول الشركات والعلاجات والشغلات وهذه. علي الحمود ما شاء الله زين لعبه لعب اجل الله سامع المداسات، اجل الله سامع المداسات اللي جابت 900 مليون دولار الف رحمه على روحهم مليار الا مليار الا يعني مداسات اجل الله سامع. هاي كم مستشفى تبني بهن ذني؟ الف رحمه على روح امك وابوك. احنا شو نقول؟ نقول بالاقساط تضرب ولا تخاف، ولكن له واقع حال. نعم. الاهم افضل من المهم، المفروض الاهم احنا نقدم الاشياء اللي تفيد المجتمع. صدقني يا اخي اليوم انا كنت في احد المستشفيات، هي مستشفى العلويه للولاده، يشهد الله ورسوله كل خدمه ماكو، باص ب 3000 ما اعطوني كل شيء. هاليوم انا كنت هناك ما اعطوني شيء، رحت على حسابي اخذت بنتي ورحت عالجيتها على حسابي من جيب الخاص، لان ما كفى الشيء يا اخي. فالاخ وزير الصحه يقول لك هنا، أنا يقول لك يا اخي قبل لا يطلون علي ويسكوني لو يخرجوني خارج البلد، الله وكيلك باوع. الشريك والنزيه اليوم هاي الاحزاب والميليشيات يشهد الله باوع، لو بالسجن يعتقل باشياء تهم باطله، لو خارج العراق حبيبي سكوا بعد ما لك رجع للعراق، انت بعد خذ جنسيتك وروح وين ما تولي ولا عشاك يعني. نعم. يا اما تحت القاع مسكون اخذها مني، هي هاي العيشه بالعراق ولا يا وزاره الصحه. سيد جواد الموسوي حبيبي، هسه الرجل هذا سيد جواد الموسوي عنده ملفات يشهد الله ورسوله ما انزل الله به من سلطان، وهذا المفروض هسه هذا سيد جواد الموسوي المفروض يستدعونه هنا مع احضار البرلمان، وخليه يطلع الرخيصه والشيبه مالتهم يا اخي. حتى سامع الضيم يا اخي، موتني يا اخي يا عمر. نسال الله رفع الغم عن هذه الامه ورفع ان شاء الله يكفنا ويكفكم ان شاء الله. اشكرك ابو جعفر من مدينه الصدر. كان معنا قاسم من السماوه، تفضل قاسم. خالي السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. خالي كل هالمشاكل اللي تحدث بالعراق منذ 2003 هي سبب الوضع السيء بالعراق، بسبب هذه الاحتلال الامريكي هو بدايه الازمات اللي تحدث بالعراق من قبل قوات الاحتلال الامريكيه، ومن بعده هو الميليشيات الايرانيه واحزابها. هذه هو سبب المأساة في العراق، كل العراق هذه من الشمال حتى الجنوب، يعني مرورا بالناجحين هاي هالفقراء هاي بالناجحين، حتى الناجحين الفقراء المساكين اللي يعانون من النجوع وتحملوا الحرب والصيف، الحرب بالصيف والبرد والمطر بالشتاء، حتى شنو ذنب الأطفال هذه اللي تعاني ما تعاني من شدة الحرب الصيف حتى برد الشتاء والمطر هذا. إلى متى أن تبقى هذه الناجحين إلى هذه المأساة المعلقة بهم هم من ناحية أخرى؟ يعني هسه أنا أقول لك، يعني هسه حتى المستشفيات ما جاءت تصل لها حتى كل أنواع الأدوية جاي تهرب عن طريق السوداء، وهم تبيع صيدليات اللي قد تفتح. نعم زين أخويا قاسم، استقالة وزير الصحة مو تأكد تأكد ضعف حكومة عادل عبد المهدي، وأنه الرجل ما يقدر يوقف قدام هذه الجهات المتنفذة والقيادات الحزبية والميليشياوية اللي تريد حصة من كل وزارة. صحيح ما يقدر هاي الجهات المنفذة ما يقدر. يعني من اقول لك خليني اقول لك بنقطة، يعني اذا اشوف لك يعني شايف لك ميليشيات اقوى من الجيش، وين صايرها؟ ميليشيات كميليشيات الحج الشعبي اقوى من الجيش، وين صايرها؟ هاي فوضى، هاي حقيقة الواقع لكل عراقي ان يعرف، هاي فوضى، هاي مو جيشات، هاي مو قوة أمنية، هاي فوضى، هاي فوق القانون، الله بدعتك يا خالد، فوق القانون هاي. إذا ما يكون خلاص لهالميليشيات هذه، صدق بالله بقاء هالمأساة هذه العراق من الشمال حتى الجنوب، الله بدعتك يا خالد. نعم. جاء لولا.
زين هاي اللي عندك هسه خليك وياه وتبقى الشعب العراقي كله يعاني من هذه الفوضى. فوضى الميليشيات هذه بكل انواع الميليشيات اللي اكثرها هي ايرانيه هي واحزابها وكل احزابها هاي الله بدعتك يا خالد. نعم. أنا أشكرك أخوي قاسم من السماء وكان معنا. أسماء من ديالة، تفضلي أسماء. أسماء تسمعيني؟ انقطع الاتصال مع أسماء من ديالة. مستمرون معكم أعزائي المشاهدين بتقديم هذه الحلقة، نأخذ هذا الفاصل ونعود إليكم. أهلا بكم من جديد. النائب أحمد الجبوري تحدث عن استقالة وزير الصحة وقال بأن استقالة وزير الصحة علاء العلوان تقدم دليلا واضحا على ضعف وفشل حكومة عادل عبد المهدي، وأضاف بأن استقالة الوزير تعد دليلا واضحا على أن حكومة عبد المهدي بحسب رأيه الأضعف والأفشل مقارنة بالحكومات السابقة، وأن العراق يسير من سيء إلى أسوأ. معنا اتصال أبو أحمد من الموصل، تفضل أبو أحمد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أشكرك. أهلا بك أستاذ عمر. نعم. إذا وزير إيده نظيفة، خليه يأخذ عائلته يجي يقعد بأربيل أو يقعد يروح يطلع على عمان أو يطلع على تركيا، من غادي يا أبو فلان شخص كلهم كذابين ترى. فلان شخص هيتعدى عليا هيهددني يسوي هيجي ثلاث ما حكيهم. هذا كل واحد باك يقول والله أنا قدم استقالتي بدي أخذ راتبه وتقاعد وبدي يروح يقعد بصبحة، كلهم راح يسوي هالشكل. إذا هو يده نظيفة خليه يطلع مثلا على أربيل على أردن، خليه يطلع على تركيا هو عائلته، من غادي ترى فلان فلان هيهددني. نعم. لا يقعد بالبيت والله فلان انا عاد اتهدد، منو هددك؟ كل ما واحد علي والله عاد اتهدد، منو هددك؟ يقول انا فلان شخص هددني، فلان رئيس حزب هددني. حتى العالم تعرف يعني من 2003 ولحد الان، فاليوم شفت طلع واحد قال انا حرامي؟ كل من يجي يحكي يقول يحكي عن مافيات الفساد وهم فاسدين. نعم. هذول إذا هو يشترك خليه يطلع مثلا بمكان آمن هو وعائلته يطلعون، خليه يحكي يقول والله فلان شخص هيك كذا هددوني ويهددوني حتى العالم تعرف. نعم. أشكرك. أنا أشكرك أبو أحمد. أشكرك أبو أحمد من الموصل كان معنا. أسماء من ديالة تعاود الاتصال، تفضلي أسماء. أسماء تسمعيني؟ السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. تحياتي إليك ولكل طلاب الطلبة. السلام. الله محييك. حبيت أشرف فيكم وموضوعكم كلش حلو. يا هلا. طبعاً صار أقول أسأل سؤال، ليش يكشف فساد هؤلاء السياسيين يهددون بالقتل؟ أستاذ عمر إحنا نازحين ظروفنا كلش صعبة. فأني أريق البغداد المسلماني أريق البغداد أستاذ عمر، أني مريضة وراح يعني أروح البغداد أخذ علاج. وثق بالله أستاذ خلينا نحكي عن فسادهم، حتى الدكاترة والصيدليات هم عندهم فساد. أنا اشتريت علاج 240,000 جبتها للبيت واستعملت العلاج أستاذ تخربطت، العلاج كان فاسد تخربطت بالإسعاف، أخذوني مرة ثانية للمستشفى. يعني ليش يبيعون هالعلاج بسعر غالي؟ ويعني هاي مو فساد أستاذ عمر، هاي مو فساد. خلي يكشفون فساد هؤلاء كلهم
حتى احنا نعرف هؤلاء، نعرف هؤلاء شلون فاسدين، يعني اللي يسرق، اللي يقتل، يعني يكشفون فسادهم يهددون بالقتل. ليش؟ نعم. طبعا انا ما اذكر اسم هاي الصيدليه ولا اذكر اسم الدكتوره، هي معروفه. فيعني اخذت العلاج استاذ عمر، يعني العلاج طلع فاسد. ليش؟ الفلوس هواي 240,000، ليش؟ احنا نازحين، يعني هاي مو ظلم؟ أنا أشكرك. مأساة، مأساة. أنا أشكرك أختي أسماء من الديارة كانت معنا. طبعاً النائب عن تحالف القوة أحمد مظهر قال بأن وزير الصحة المستقيل علاء الدين علوان لو أراد أن يفتح تحقيقات في ملفات الفساد في الوزارة لقتل من أول يوم، ورجح تعرض وزير الصحة المستقيل للتهديد بالتصفية الجسدية. خلونا نستمع إلى تصريح للنائب أحمد مظهر. قد ذهب إلى فتح ملفات، يعني ربما يؤدى بحياته من الشهر الأول الذي يفتح به تحقيقات في هذه الوزارة. العراق اليوم بلد منفلت وفق كل المستويات، الأمنية، الفساد استشرى فيه، يعني ما لا توجد هناك مؤسسات رصينة، لا يعني لا توجد هناك محاسبة. نعم، يعني وزير يتعرض إلى القتل بحسب النائب أحمد مظهر إذا فتح تحقيقات أو كشف ملفات الفساد في الوزارة. طبعا رئيس لجنة الصحة النيابية قتيبة الجبوري أعلن أن رئيس الحكومة رفض استقالة وزير الصحة علاء العلوان ومنحه إجازة مفتوحة، وبين بأن استقالة العلوان هي الثالثة خلال تسلمه لمنصبه بسبب تعرض لضغوط. ولفت رئيس لجنة الصحة إلى أن وزير الصحة نشر استقالته عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وشدد على أن التدخلات السياسية والمصالح الحزبية هي المهيمنة على الواقع في البلاد. طبعا كذلك أكد عضو لجنة النزاع النيابية يوسف الكلابي أن ماذيات الفساد تسيطر على مفاصل وزارة الصحة، وقال بأن استقالة وزير الصحة دليل على الإرباك الذي تمارسه ماذيات الفساد المسيطرة على الوزارة، وأكد الحاجة تتحمل شجاعة لوزارة أو الوزارة تحتاج إلى شجاعة لكي تقوم بتسيير عملها، تتحمل الصعاب وتحقق ما يحتاجه المواطن. أوضح بأن رئيس الوزراء عبد المهدي لم يكن موفقا في إدارة حكومة قادرة على محاسبة الفاسدين. طبعا كلها ما شاء الله تصرح بحيث تقول دول الفاسدين يعني جايين من القمر، من المريخ، منين جايين؟ لو هو الشعب صوش الشعب ما تدري، المهم أو بالأحرى ندري بس شو نسوي. النائب عن تيار الحكمة خالد الجشعمي يقول بأن الكتل السياسية لا تريد إصلاح نظام الحكم الحالي من الأساس، وأضاف أنه على الرغم من اشتراك الكتل السياسية في الحكومة الحالية لأنها تعمل على إسقاط الحكومة في آن واحد. والنائب عن ائتلاف ذات القانون محمد الشياع السوداني يعني أوضح بأن استقالة وزير الصحة علاء العلوان من منصبه هي مؤشر خطير على العجز عن مواجهة الدولة العميقة في وزارة الصحة. وكما يعني أشرنا في بداية الحلقة بأنه وزير الصحة قدم استقالته يوم أمس، وقال قبل استقالته بأيام بأن هناك نحو 4,000 ملف فساد قيد التحقيق في الوزارة. 4,000 ملف فساد بس بوزارة الصحة. خلونا ناخذ بعض تصريحات المواطنين حول واقع الصحي، بما أنه احنا نتكلم على الصحة. يعني مواطنون من العاصمة بغداد اشتكوا من سوء الخدمات الصحية المقدمة في المستشفيات الحكومية، مؤكدين بأن لا دواء متوفر ولا اهتمام بالحالات المرضية الحرجة لا سيما مع الأطفال وكبار السن، مشيرين إلى أن سبب ما وصل إليه الواقع الصحي في العراق هو تفشي الفساد الحكومي وانعدام المساءلة. نستمع إلى تصريحات المواطنين، بعض تصريحات المواطنين في العاصمة بغداد حول
القطاع الصحي. بالنسبة للعلاج، العلاج غالي مو شو ما كان، بالمستشفيات ماكو علاج نهائيا، اهتمام بالمراجع ماكو نهائيا، الاهتمام عندهم فقط بالعيادات الخاصة. قبل العلاج ما تاخذه من برا، هسه العلاج ماكو علاج ما يكتب لك اياه من الخارج. والله الوضع الصحي سيء جدا، ولا وزير صحة اجى شريف حكم وزارة الصحة من بعد 2003، مستشفيات تعبانة، أدوية ماكو، مستشفيات متهالكة، فساد دمرها، بوق ونهب حتى بصحة المريض، تاجروا بصحة المريض تاجروا وزراء الصحة. أستاذة عندي مرض، عندي صرع، أروح للمستشفيات وأتعب وأركض، يعطوني بس شراب ديفاكين، هو يضرب أوبرا، مو شراب ديفاكين، ديفاكين ميوان، الأوبرا أوبرته ب 25,000 من عدم التشنجات، وهذا كله ما متوفر بالمستشفى. واقع صحي متدهور على كافة يعني قطاعات الدولة كلها تعبانة مع الأسف، كل القطاعات مع الدولة تعبانة، تجي على الخدمات بالعراق شبه معدومة، تجي على الصحة شبه معدومة، مأساة مأساة. طبعا بالاستقالة، باستقالة وزير نشوف الاستقالة، تمام نشوف الاستقالة ونقرأ أبرز ما جاء في الاستقالة. هاي استقالة وزير الصحة عادل علوان، 4 صفحات، يعني كما جاء يقول: بذلت منذ ذلك الحين أقصى ما لدي من جهد وخبرة لتقييم الوضع الصحي والبيئي في العراق من أجل إعداد رؤية رصينة وخارطة طريق واضحة لتحسين الظروف الصحية والبيئية والتصدي للتحديات التي تواجه بلدنا العزيز في هذين المجالين، والتي نتجت عن إهمال القطاع الصحي وقلة تمويله من الموازنة الحكومية واضطراب إدارته والظروف الاستثنائية التي واجهت البلد خلال العقود الثلاثة الماضية، فضلا عن الفساد الإداري والمالي الذي أنهك إدارة القطاع الصحي. طبعا الاستقالة مثل ما أشرنا 4 صفحات، بالصفحة الأخيرة يقول: إلا أن من المحزن أننا لا نزال نتعرض لطيف واسع من هذه العقبات ومحاولات مرفوضة. ننتقل بالصفحات إذا أمكن، نروح على رقم 4 عزيز المخرج، نروح على رقم 4. نعم، يقول: إلا أن من المحزن أننا لا نزال نتعرض لطيف واسع من هذه العقبات ومحاولات مرفوضة للابتزاز وحملات التضليل الإعلامي هدفها الإساءة وتشويه الحقائق، والتي وصلت حدا يعيق عمل الوزارة ويقوض فرص نجاح برنامج الإصلاح الذي لعمل الحكومة من أجل تحقيقه. لذلك يؤسفني أشد الأسف أن أصل إلى قناعة راسخة بعدم إمكانية الاستمرار في العمل في ظل هذه الظروف، وأن أتقدم باستقالتي من مسؤوليتي كوزير للصحة والبيئة اعتبارا من الخميس الموافق 12/9/2019. نعم طبعا، اذا تحدثنا خلونا نكمل ابرز التصريحات. عندنا تصريح للمدير العام السابق لدائره صحه الكرخ وهو الدكتور حسن هادي، قال بان الاطباء في العراق لا يتحملون كامل المسؤوليه عن الاخطاء الطبيه التي تؤدي احيانا الى وفاه المريض، وحمل السلطات الحكوميه مسؤوليه توفير المستلزمات الطبية الضرورية لعلاج المرضى وتوفير الأجواء الآمنة لعمل الأطباء لحد من وقوع الأخطاء التي تؤدي غالبا إلى ملاحقة الطبيب عشائريا والاعتداء عليه أو تهديده بالقتل في حال وفاة المريض. طبعا في ظل انهيار القطاع الطبي، إذا تحدثنا بلغة الأرقام، تقرير بريطاني كشف بأن 20,000 طبيب عراقي غادروا العراق خلال السنوات العشر الماضية، ويعني عزى ذلك بسبب انعدام الأمن في العراق وانعدام الحماية الكافية للعاملين في المجال الصحي، تصاعد هجمات الثأر والتدخلات العشائرية. خلصت طبعا التقرير خلص إلى أن نحو 70% من العاملين في القطاع الصحي يفكرون في مغادرة العراق بسبب العنف والانتقام والاختطاف في العراق. نجي طبعا على الفساد في وزارة الصحة، نذكر بعض الأرقام. بس عندنا اتصال معنا، محمد من الموصل، تفضل محمد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. شلونك عيني؟ أهلا وسهلا بك. أنا حييكم وحيي قناتكم البطل الشريف الشجاع. حياك الله يا أهلا بك. والله
اخي هو بالنسبه لهاي وزاره الصحه هي مو وزاره الصحه صارت وزاره لا صحه. يعني من كل النواحي علاج ماكو، يعني تروح على المستشفى كلها وصولات. نعم. يقصلك وصل الفلوس علاج ماكو، روح جيب خارجي، يعني يعني ماكو هيك كتاب. ماكو هيك يعني ذاك اليوم انا جتني طفله بالمستشفى يقول لي روح جيب الساكه مال السر من الصيدليه الخارجيه. يعني وين يعني هاي الاموال هاي ترصد بالمليارات وين؟ فما يعني ما اتصور يعني تنجح هيك شغله. نعم. نعم. اسمعك اسمعك. زين زين اخوي محمد، يعني استقالة وزير الصحة جماعة مهددي لو تعطينا حصتنا لو يصير اللي يصير. زين وين الدولة؟ وين الحكومة؟ وين الأجهزة الأمنية عن هذه الجهات؟ ليش ما يطلعون يقول لك عمي هذا رئيس الحزب، هذا رئيس الميليشيا، ده يهدد بالوزير مالتنا. طلع هذه يعني هم ما خلوا كل شيء، يعني رجعوا على معاناة المريض. المريض من يوجع شيء يعني المفروض يعني هم خذوا كل شيء، هاي المفروض حتى يعفوها يعني هاي السوالف مال مريض وعلاج أجهزة قتل كلى، أجهزة علاجات الأمراض المستعصية. المفروض يعني الطب حالة إنسانية بالبداية، حالة إنسانية هي مو حالة يعني تجارة صارت، هي تحولت إلى تجارة تقدر تقول. إيه نعم أنا أشكرك. يعني نعم أهلا بك. تفضل. الموجوع يعني نعم. إذا تكون الوجع ماله يعني حتى أجر عند رب العالمين يجيك، حتى أجر عند رب العالمين. نعم. الظاهر هذول الجماعة يعني ما عندهم يعني هيك سوالف، عندهم بس يجمعون فلوس وين يروحون من الله، يعني وين يروحون من الله. أشكرك أنا أشكرك محمد من الموصل كان معنا. طبعا خلونا نحكي بلغة الأرقام، فساد في وزارة الصحة. طبعا بعض صفقات الفساد راح نذكر بعض الأمثلة، ملفات عدة كشف عنها أو كشف عنها في الآونة الأخيرة، يعني خاصة في فترة وزيرة الصحة السابقة عديلة حمود. طبعا السياسيون تحدثوا عن هذه الصفقات أو هذه الملفات. نذكر منها صفقة الأحذية الطبية أثارت ضجة بين العراقيين، وعبر مواطنون عن استيائهم من خلال تعليقات قاسية طالت عديل حمود على مواقع التواصل الاجتماعي وغيرها. طبعا الصفقة مشترين الجماعة مكرم السامع نعل من الخارج 900 مليون دولار، 900 مليون دولار لأحذية طبية، يعني تكرمون هي نعل بلاستيك مو حذاء، 900 مليون دولار يعني مليار إلا. يعني المستشفى نشوف ونسمع برا تنبني المستشفى ب 20 مليون دولار 15 مليون دولار، وقيس كم مستشفى تنبني بهاي الصفقة مال كرم السامع مال النعل. نعم. طبعا كذلك وثائق سابقة عرضها النائب عواد العوادي شراء وزارة الصحة أثاث بمبلغ 23 مليون دولار، أثاث بس ب 23 مليون دولار، فضلا عن ملفات تعيين وتنسيب أقارب بعيدا عن الضوابط القانونية. فائق الشيخ علي هم تحدث العام الماضي وقال تحدث عن وجود 3 مستشفيات وهمية. هاي المستشفيات الوهمية يعني هي على الورق موجودة بس على الأرض كل شيء ماكو. ايش قد كلفت الدولة؟ 400 مليون دولار، 400 مليون دولار ولا طابوق بنت بهاي المستشفيات الوهمية. هاي تحدث عنها النائب فائق الشيخ علي. معنا اتصال أم حسين من بغداد أو أم حسن. أم حسن تفضل. يا أم حسن السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. يا أخي بالنسبة لموضوع الصحة، الصحة نعم. مثلا في أي شيء بالعراق أكلها لحم الفساد كله، صار فساد ورشاوي ودي وكلها بايع بيها بس الفقير.
بالعراق احنا نعرف كل شيء عندنا، كل شيء عندنا ضايع بيه حتى الفقير. فمن ضمنها الصحة، تروح للمستشفى علاجات ماكو، تروح مستشفى طوارئ هي حالة طارئة، سرير ينام عليه المريض هو حالة طارئة، يقول لك روح دبر سرير. إذا أجيب الثدية متحركة المضمد ما يقدر يخلي قانوني للمريض، أنا ما أشتغل على ثدية متحركة، أجيب سرير، يا السرير ماكو، هاي مشكلتك مو مشكلتي. يموتون الآلاف الآلاف المؤلفة بسبب أمراض سرطان والأمراض الثانية المستعصية، وهم هنا أدوية ماكو، إحنا محطين ميزانية ودي تودي وحكي بس، أي شيء ماكو. إذا روح من هذه حضرتك تحكي على الأرقام الخيالية والتهديدات وهذه مثلها مثل غيرها. شوف الإحدى بكل وزارة عندنا فساد، بس الصحة وصلت القمة الفساد، لأن خطية الناس فقرة. يقول لك هسه يلهون الناس بيش بالعلاج ويلهوهم بالمشاكل، يتمرضون الآلم ما أقول لهم أي شيء بدون استفادهم من عنده رب العالمين. مثل يقول لي الله ليس لا حاكم ولا حكيم على البشر، وإحنا الحمد لله رب العالمين صلتهم عني نفسنا القاضي والدكتور، الشفراء الوصفات مشفرة، تروح للصيدلية ما يعني ما حد يعرف أي صيدلاني ما عدا الصيدلية المتفق وياها الدكتور نفسه، كذلك الدكتورات النسائية ولادة أبسط شيء عندها حالتش خطرة، حتى لو ما كان في شيء بسيط حالتش خطرة ما أقدر أسوي فيها بمستشفى عام، لازم تدخلي بمستشفى أهلي، يا ذا الفقير شلون مين يجيب، والله حالتش صعبة مشكلتي. نعم والله والله أذكر يعني مرة رجال بل 13 سنة ما عنده خلطة، الله رزقه بسوم أطفال الخدج مالتهم 250 مستشفى أهلي، طلعوهم برا المستشفى باليوم. نعم. 250 طلعوهم من المستشفى بريفتين باب المستشفى لأن ما عنده فلوس يدفع الخدج، قالوا مو خط بس مجرد أدبر مكان بالمستشفيات العامة يلا طلعوهم، قال لا ادفع الليلة مالتهم لأن تخلصت المدة مالتهم ادفع. نعم. يعني حياة البشر مو مهمة مثل الفلوس بالعراق. أنا أشكرك أم حسن، أشكرك أم حسن من بغداد، عذرا عن المقاطعة يعني وقت البرنامج راح ينتهي. يقول أبو شهد يقول استقالة وزير الصحة هو دليل دامغ على ضعف حكومة عبد المهدي، وهو دليل على هيمنة الأحزاب والميليشيات الموالية لخامنئي. أقسم بالله العراق يبقى هذا حالة وللأسوأ إذا ما صحى الشعب على نفسه. وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة أعزائي المشاهدين، تحدثنا فيها حول استقالة أو تقديم استقالة وزير الصحة في العراق في حكومة عادل عبد المهدي بسبب الضغوط والابتزاز الذي تحدث عنه من قبل جهات لم يسميها. شكرا لكم وإلى اللقاء بإذن الله.